السلام عليكم. خريطة الطريق سياحة 2023-2026 سمعتم بها، ولكن بغيتوا تعرفوا أكثر وتفهموا بشكل بسيط، تبعوا معنا. في هذه السلسلة ديال ثلاثة الحلقات غادي نشرحوا لكم كيفاش خريطة الطريق غادي تخلينا نضعفوا عدد السياح من هنا ل 2030. كيف ما كتعرفوا، أزمة كوفيد كان عندها تأثير كبير على قطاع السياحة في العالم، ولكن عطتنا الفرصة باش نفكروا في تصور جديد للقطاع، تصور يخلي المغرب يولي من بين أهم الوجهات السياحية في العالم. باش نحقوا هذا الطموح وضعنا خريطة الطريق. هذه الخريطة كتشكل قفزة نوعية في القطاع، واللي الأهداف ديالها في أفق 2026 هي نوصلوا 17.5 مليون سائح، نخلقوا 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ونحقوا 120 مليار درهم من العملة الصعبة. كيفاش غادي نوصلوا لهذا الأهداف؟ موعدنا في الحلقة القادمة باش نشرحوا لكم التصور الجديد في السياحة في المغرب والوسائل اللي غادي تخلينا نوصلوا لهذا الأهداف.